السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام، أصدقاء مهدينر. اليوم معنا تلفاز من نوع إكستار، سأقوم بالفتح عند التشغيل. لا أعلم هل تسمعون الصوت، انظروا إلى الصورة زرقاء وحمراء ألوان مختلطة، وأيضا هناك ضجيج. سأقوم بفتح الشاشة ونبحث مع بعض عن العطل، انتظرون. إذا أخواني الكرام، كما ترون هذه اللوحة الأم، هذا هو الكابل الذي حدثتكم عنه، هذا هو، وهو يقوم بالاتصال بهذا الكابل، ترون ها هو، وهو دائر على كامل الشاشة، كامل الشاشة يمينا ويسارا ليمتص الشحونات. وكيف يعمل هذا الكابل؟ هذه القطعة، هذه هي البي تي سي، وهذه البي تي سي مسؤولة على عند الضغط على زر الباور 220 فولت تمر عبر البي تي سي بالكابل، والبي تي سي تدريجيا المقاومة تبدأ في الارتفاع، يعني نقول المقاومة صفر حوالي صفر، وعندما تسخن هذه القطعة تبدأ تدريجيا المقاومة بالصعود، وبطبيعة الحال المعادلة إذا ارتفعت المقاومة التيار ينخفض، يعني بأن هذا السلك يوجد 220 فولت وتدريجيا هذا يقوم ب المقاومة ترتفع فالتيار ينخفض إلى أن يصبح لا يوجد فيه أي كهرباء، وهذه العملية فقط في بداية التشغيل حتى تقوم هذا الكابل بتفريغ الشحنة من البلاور حتى لا تختلط الألوان. حسن، كيفية فحص البي تي سي؟ هو يجب أن يمر التيار، سوف أقوم بقلب ونبحث على البي تي سي. ها هو البي تي سي، لديه ثلاث أرجل، ها هو كما تلاحظون التيار من هنا الموجب والسالب يمر، هذا التيار يمر من هنا وهناك جامب ويذهب من هنا، ثم هناك جامب، ثم يدخل إلى البي تي سي، ومن ثم يخرج من هنا ويذهب إلى السلك ويدور الكهرباء، ثم يدخل إلى السلك ويخرج مرة أخرى من هنا ويذهب هكذا إلى القطب الآخر، يعني تصبح دائرة مغلقة لبضعة ثواني ثم تفتح، كما قلت لكم في بداية التشغيل فقط حتى تقوم التلفاز بالتفريغ الشحنة ولا تختلط الألوان. هذا هو القرص الرئيسي المسؤول الكبير المسؤول على توصيل التيار للسلك، هذا هو حسن. هذا تيست الاستمرارية عند وضع على هذا الجانب، رأيتم لا تسمعون أي صفارة، هذا الجانب
اسمعوا يعني هذا الجانب يمرر هو جيد، وهذا الجانب أصبح لا يمر التيار أبدا، لأن هذا الجانب تآكل. انظر إلى اللون، تآكل، انظر إلى هذا اللون كيف هو أبيض ساطع، وانظر إلى هذا الجانب تآكل. يعني التيار سيمر من هنا من هذا الجانب إلى هذا الجانب، وعندما تسخن هذه القطعة تصبح مقاومتها كبيرة. حاصل عند تآكل أحد الجوانب، في هذه الحالة تآكل هذا الجانب، أصلا هذا لا يمرر أبدا، يعني لن يشتغل الكابل الذي سيقوم بتفريغ الشحنات. لذلك سأقوم بتغيير بي تي سي أخرى، ونقوم بالتجربة. أنكم تسمعون هذا الضجيج، هو آتي من ناحية الباور سبلاي عند الضغط. الصوت، وكما نعلم بأن الباور سبلاي من نوع، من هذا النوع، يعني باور سبلاي التي تعمل بالأوسيليشن عند ارتفاع الصوت المحول، يعني بأن هناك خلل في الكهرباء. لقد قمت بتغيير مكثفات الخارج 25 فولت 470 ميكرو فاراد، وحتى أيضا قمت بتغيير المكثف الرئيسي 400 فولت 100 ميكرو فاراد، ولكن حقيقة دون جدوى الصوت مزعج 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 مزعج. لكن عندما تثبت جيدا، سأحاول تقريب الصورة، لا أعلم إن كانت واضحة. هي الصورة. إذن لو تلاحظون مخرج الترانسفورماتور كيف القصدير غير منتحم جيدا، لا أعلم إن كان واضح في الصورة. انظر إلى القصدير في مخرج الترانسفورماتور، رأيتم؟ أظن بأن المشكل من هنا. حسن، سأقوم بالتلحيم، إعادة اللحام على مخرج الترانسفورماتور، وننظر هل الصوت ذهب أم لا. انتظروني أصدقائي الكرام، لقد قمت بإعادة التلحيم كما تلاحظون، قمت بإعادة التلحيم على مخارج الترانسفورماتور. الآن سوف أضعها في الكهرباء ونشغل أرجع سلك الباور، سلك نحن نقول بالفرنسية دي مانيتيزاسيون، إنه سلك الذي يقوم بامتصاص الشحونات. حسنا، وسأضعه في الكهرباء. بسم الله، لقد اشتغلت الشاشة. خلاصة لما فعلناه في هذه الشاشة السي ار تي، قمنا بتبديل البي تي سي التي كانت تسبب بعثرة في الألوان، لقد قمت بتغييرها. هي ومشكل الصوت المرتفع. حسن، كما قلت لكم الصوت حقيقة في بعض الأحيان حتى ولو الخبرة فيبقى في بعض الأحيان الفني يحتاج إلى، يجب أن يكون ذهنه صافي. حقيقة أصدقائي يجب الفني أن يكون ذهنه صافي. حسن، لماذا؟
لأنني بسبب الصوت المزعج الذي سمعته في الفيديو قمت بتغيير المكثف الرئيسي 400 فولت. قمت بتغيير هذا المكثف والصوت استمر. قمت بتغيير 4 مكثفات بعد المحاولة 25 470 و16 220 ميكروفاراد والصوت لا يزال. أريتكم بأن الترانسفورماتر الأسنان كانت غير ملحمة جيد. قمت بإعادة التلحيم وأيضا الصوت مستمر إلى أن تفطنت يا أصدقائي الكرام. وهو كان علي من الأول أن أتفطن بأن سبب العطل هو مكثفات 110 فولت. 110 فولت تخرج وتذهب إلى التي تي. هذا هو المكثف الأول بالأسود، هذا هو، والمكثف الثاني. قمت بتغييرها، ها هم، وهم قيمتهم 160 فولت 74 ميكرو. قمت بتغييرهم وكما تسمعون لا يوجد أي صوت. ومع الذكر بأنني فحصت التيار الذي 110 وفحصت التيار بعد الخروج من تي اتش تي الذي هو سيساوي 180 فولت كما تعلمون، بأن المحول يخرج 110 فيدخل إلى تي اتش تي، والتي اتش تي بدورها توزع العديد من التيارات، منها التيار المهم 180 فولت. ها هو 181 فولت. أقوم بفحص هنا السالب وهنا الموجة، ها هو، ها هو، أقوم بفحصه حسن إلى أن 180 حتى ولو المكثفات القديمة 180، لكن هناك ضجيج. إذا قمت بتغييره فذهب الضجيج، والآن سوف أريكم الصورة. اعذروني أصدقائي، هذه هي الصورة. أنا واضع فيديو سأقوم بنزعه. هذه الصورة كما تلاحظون. بطبيعة الحال تلك الذبذبات في الصورة بسبب لا تراها بالعين المجردة، لكن تراها بالهاتف، لأن الهاتف يستطيع رؤية الذبذبات الكبيرة. أشكركم إذن أصدقائي الكرام على حسن المتابعة، وأي استفسار راسلوني، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.